ازيك شباب، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح، وخلينا نخش في الموضوع على طول. النهارده هنتكلم عن عربيه، او العربيه هي اللي هتتكلم عننا. احنا المفروض لما نتكلم عن العربيه دي نقوم احتراما وتقديرا لها. النهارده هنتكلم عن فخامه المرسيدس بنز الاس كلاس 2021. طيب، من الواضح كده ان العربيه دي هي نقله نوعيه من الاس كلاس اللي كانت موجوده في 2020 لل 2021. ده فيس ليفت من بره ومن جوه، ومن الاوبشنز ومن الكومفورت والكماليات، وكل حاجه مختلفه تماما عن ال 2020. بالرغم ان 2020 كانت بطل في الحته بتاعتها، 2021 جايه عشان تسكت الكل. خلينا نشوف الفيديو اللطيف ده ونشرح ايه الكلام الموجود جواه. طيب، اول شيء الاير باجز. الاير باجز زي ما انتم شايفين وصلت بيهم ان هما للراكب اللي ورا يكون في اير باج، ده بخلاف طبعا اللي موجود في القوايم واللي موجود فوق في الستاير واللي موجود للسواق اللي قدام والكو درايفر اللي جنب. فانت بتتكلم فوق ال 12 اير باج موجودين جوه العربيه دي. النظام ده اسمه امبلس سايت، وده زي ما انتم شايفين بتلاقي ان العربيه بترتفع لوحدها. طبعا كل ده نيوماتيك، او كل ده اير سسبنشن، الاير بالهواء بترتفع بحيث ان هو يرفع العربية ذات نفسها، فيكون المقابل للصدمة الجانبية هي القوايم اللي تحت في العربية. بصوا، وده اللي حصل دلوقتي، فيخلي الراكب أو السائق اللي موجودين ورا أو قدام بعيد شوية عن الحتة بتاعت التصادم. من المعروف إن العتب بتاع العربية بيكون أشد شوية من الباب ذات نفسه، فعشان كده بيخلي العربية ترتفع بحيث إن هو يخبط في العتب لا قدر الله. طب نخش في نقطة جديدة، ألا وهي الريديوس اوف كيرفيتشر بتاع الدوران أو بتاع اليوتيرن بتاع العربية. طيب، هنا مقارنة ما بين الاي كلاس اللي هي أصغر عربية من مرسيدس والاس كلاس اللي هي أعلى عربية في مرسيدس وأكبر وأكبر ويل بيز، أفخم عربية في مرسيدس منذ قديم الأزل. فأنتوا زي ما أنتوا شايفين كده هتلاقوا إن الاتنين تقريبا نفس الريديوس بتاع الدوران، وده بسبب ايه؟ هقول لكم بسبب ايه. بس زي ما انتم شايفين كده ريديوست باي 2 متر من الريديوس اوف كيرفيتشر، وده رقم مهول جدا، وده بيساعد فيه ان العجل الخلفي اللي ورا ذات نفسه بيلف. طيب، بيلف بمقدار قد ايه؟ طبعا على حسب السرعه بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده هتلاقي ان الصوره اللي على الشمال هتلاقي ان العجل اللي ورا بيلف، فتلاقي ان هو يقدر ان هو يعمل مناورات احسن ويركن افضل. دي في حته الركن. اما بقى في حته السرعات العاليه، بتلاقي ان فوق ال 60 كيلو متر بير اور العجل اللي ورا في المناورات بيلف اباوت 4.5 ديجري بالكتير قوي. اما بقى في السرعات اللي اقل من 60 للركنات او المناورات، العجله تقدر تلف لحد 10 درجات، وده رقم كبير جدا بتحس فيه قوي في الركنات. طبعا طبعا اكيد عربيه ب 4 مليون جنيه اكيد هيكون فيها بارك اسيست. بارك اسيست هتلاقيه ان هو سلس جدا وناعم جدا، اكيد ما بيغلطش، اكيد يعني ما بيغلطش. يعني حتى السيات اتيكا او العربيات اللي هي السكودا اعلى حاجه بتلاقي ان هي فيها بارك اسيست، فدي اكيد هي وانت مغمض انت كده كده بتاخد بارك اسيست افضل حاجه. طبعا الناس اللي بتتفرج عليا اكيد كلهم بعد الفيديو ده هيروحوا يجيبوا اس كلاس 2021، بس يعني بقول لهم استنوا شويه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ استنى بس، ايه ده؟ شفتوا اللفه؟ بكل ثقه وبكل شياكه، ريل اكسل ستيرنج تحفه. اللي انا قلته ده هو شويه زيادات موجوده في الموديل 21 ومش موجوده في 2020. من الحاجات برضو الزياده ان الاقر بتاعه الباب زي ما انتم شايفين كده مختلفه خالص، دي انت بتشدها كده لبره، يعني اول ما انت تقرب للعربيه اكيد كيلس انتري من غير التكه دي هو بيفتح الحته دي، تفتح ذات نفسها لبره، فتقوم انت شادد الباب لبره وتخش بالسلامه جوه العربيه. اوبشن كمان ان احزمه الامان في الكنبه اللي ورا اللي هو بتوع البيزنس مان اللي هم بيكونوا كسالى جدا ما بيقدروش ان هم يشدوا الحزام من ورا، لا، فهو انت اول ما يحس ان هو ان انت رايح تمسك الحزام عشان تحطه، الحزام ذات نفسه بيقرب لايديك، تحس ان انت تعمل كده وتقوم مدخله في الحزام. حاجه كمان برضو اللايت اللي هي جوه العربيه ذات نفسه، وانت رايح مثلا تفتح الازاز بتلاقي ان الاضاءه توجهت للحته اللي انت رايح لها. حاجه كمان برضو وانت بتجيب الكتاب او الموبايل بتاعك من الكنبه اللي ورا
جنبك مثلا، هتلاقي ان الاضاءه نورت عند الحته اللي انت رايح لها. كل ده طبعا بسنسورز مهوله، كل ده طبعا بتكنولوجيا تفوق المستقبل وتخترق العالم الافتراضي اللي احنا عايشين في العربيات البسيطه بتاعتنا الهبل. دي كانت كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. طبعا انا لو كملت كلام عن المرسيدس بنز الاس كلاس مش هنخلص بعد سنه سنتين ولا عدد سنين ضوئيه كتيره جدا. ايه ده؟ لا، السنه الضوئيه هي عباره عن مسافه، وحده لقياس المسافه مش لقياس الزمن، فخلي بالك دي معلومه على الماشي يعني. واعملوا لايك كومنت وشير سبسكرايب اكيد، وتفعلوا زر الجرس عشان الكلام ده مهم جدا بالنسبه لنا وطبعا بالنسبه لكم. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.